روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة. اليوم حنتكلم عن موضوع أيضا له علاقة وطيدة بموضوع فيروس الكورونا، لأنه يعني للأسف هذا الفيروس شكله راح يغير كثير في حياتنا، وحيؤدي إلى تغيير كثير من الأنظمة، سواء السياسية الاقتصادية وأيضا الأنظمة الصحية في القطاع الطبي. اليوم حنتكلم عن تأثير هذا الفيروس على المرضى بشكل عام في المستشفيات، ويمكن نتكلم شوية عن النظام الصحي بشكل عام. عشان هيك اليوم ضيفنا الصديق العزيز الدكتور يوسف أبو عصبة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك أخي دكتور جمال، وأهلا وسهلا في الأخوة المستمعين. حبيبنا دكتور يوسف أبو عصبة هو دكتور يعمل في كندا، وهو أخصائي جراحة الصدر والرئة والمناظير. اليوم سيكلمنا عن خبرته وما يراه في موضوع الفيروس، وخاصة أنه له علاقة كبيرة بأمراض الصدر، وهذا يمكن بشوفه هو بشكل يومي. أهلا وسهلا فيك دكتور، رحبت بتشرفنا على كنار تي في صوت العرب من كندا، وبشكرك من في البداية على وقتك الثمين اللي أعطيتنا إياه وأعطيته للجمهور عشان نقدر نفيدهم بموضوع مهم جدا، وهو فيروس الكورونا وتأثيره على المستشفيات بشكل عام. شكرا كثير أخي دكتور جمال. طبعا دكتور جمال صديق عزيز، وأنا بدي أشكرك على هاي الدعوة الكريمة، وبدي أشكر السادة المشاهدين والمستمعين عبر قناتكم قناة كنار تي في، وشكرا على جهودكم الكبيرة في التوعية، سواء كانت في التوعية الصحية أو في المواضيع الأخرى. شكرا مرة ثانية على هاي الدعوة. دكتور يوسف، يعني موضوع الكورونا، يعني في كتير ناس في بيحكوا لنا خلاص بدناش نسمع عنه وبدناش نحكي عنه، لأنه الموضوع صار أوفر، يعني الإعلام والميديا والسوشيال ميديا وما أدراك الواتساب والفيسبوك، كل مكان صار بيحكي عن الموضوع. لكن أنا يعني وجهة نظري إنه لما بتسمع من شخص مختص يختلف اختلاف كبير عما ينشر على السوشيال ميديا. فهذا الهدف من هذه الحلقات، انه نعطي توعية من اشخاص سواء مروا بمرحلة الكوفيد، سواء مرضى او اطباء بيعالجوا وشايفين الامر على ارض الواقع. فهل دكتور انت بترحب باشياء زي هيك في البداية، ولا انت بتتوقع انه هاي برضو overlapping؟ مزبوط، انا متفق معك في مواضيع كتير. في موضوع الكورونا أخذت جانب كبير من التغذية، وللأسف في فلو أو زخم كبير من أخبار ومعلومات غير دقيقة
عن موضوع الكوفيد 19، وهذا للأسف له أثر سلبي كثير على المجتمع، له أثر كثير سلبي على 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 الناس اللي عم تقرأ هاي الأخبار. فاللي أنا بحاول إن أعمله واللي بدي أحاول إن أعمله معك اليوم إن شاء الله في برنامجنا، إنه إحنا نغطي جوانب ما تحدثوا عن الناس عنها كثير. وللأسف هذا أيضا يعني من المتناقضات، يعني رغم كل المعلومات والأخبار اللي عم تنتشر عن موضوع الكوفيد، في جوانب كثير 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 ما تغطت، وفي كثير خاصة أصحاب الشأن. يعني أنا متأكد إنه ما في شخص إلا في إله قريب مريض، أو هو نفسه مريض، أو حدا من حوالين الناس اللي حواليه مريضين. هذول الناس بدهم أجوبة في نقاط معينة ما 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 تغطت في التغطية والحديث اللي بيصير عن موضوع الكوفيد 19. فهذا اللي بنحاول إحنا نغطيه في مواضيعنا، وهاي اللي بنحاول الإجابات اللي إحنا بنحاول نوجدها للناس، خاصة إنه زي ما حضرتك تفضلت إنه الموضوع شكله يعني مش رح يخلص بيوم وليلة، مع العلم إنه في نور في نهاية النفق، ولكن أنا بتوقع إنه الدنيا رح تأخذ فترة شوي صغيرة لحد ما نرجع لما قبل الكورونا. فأنا بتوقع إنه هاي المرة البرامج وهاي الأنشطة بتساعد في إيجاد إجابات لأشخاص المعنيين في هذا الشأن، وأنا بتوقع إنهم بدهم يسمعوا هذا الحكي. طيب دكتور، خلينا نبدأ بسؤالي الأول. يعني أنا بدي أبدأ بشيء كبير وقد يكون وننطلق إلى الأشياء الأصغر، أو مرضى السرطانات والأورام طبعا يؤثر كثيرا الكوفيد 19 عليهم، وخاصة مرضى السرطانات اللي في الأبر ريسبيراتوري سيستم اللي هي الرئة والمريء. حدثنا عن هذول الأمراض، كيف هذول المرضى بواجهوا صعوبات؟ هل فعلا هم أكثر عرضة لصعوبات هذا المرض أو الفيروس؟ نعم، الفئات اللي تضررت من موضوع الكوفيد 19، أول شيء عشان أذكر بس مع الأخوة المشاهدين، أول تسجيل لحالات، أول ملاحظة لحالات الكوفيد 19 كانت في نهاية عام 2019، لما لاحظوا الأطباء وجود أعراض تنفسية، متلازمة أعراض تنفسية معينة والتهاب رئوي في مواصفات جديدة في مدينة ووهان الصينية. اصطلح على تسميتها في ذلك الوقت باسم كورونا، مع وجود طفرة فيها ميوتيشن، واصطلحت منظمة الصحة العالمية على تسمية هذا الوباء بعد إعلانه كجلوبال بانديميك في شهر 2020 باسم كوفيد 19. فمنذ بداية الوباء هذا، ومنذ بداية إعلانه كوباء عالمي، وهناك فئات كثير تضررت من هذا الوباء. قد أزعم إنه أكثر الناس اللي تضرروا هم فئتين، وللأسف إحنا على اتصال وتعامل مستمر مع هؤلاء الفئتين، اللي هم فئة مرضى الأورام وفئة مرضى الجراحة. يعني هدول الفئتين دفعوا ثمن كثير كبير لموضوع الوباء للأسف، ومن كل النواحي، سواء كانت من نواحي صحية أو من نواحي اجتماعية أو من نواحي نفسية أو حتى من نواحي الأوتكم النهائي للعلاج تبعهم. وهذا اللي احنا بنحاول انه نساعدهم انهم يتخطوه، ونجحنا بشكل كبير، ونتامل انه احنا نستمر نحسن الموضوع ونقدر نساعدهم اكثر لحد ما يتخطوا هاي المرحله. فمثلا مرضى الاورام بشكل عام، خلينا يعني احكي عن مرضى الاورام بدايه. يعني مرضى الاورام بشكل عام هو اساسا مريض بخوض معركه، ومعركه مش قليله. الاورام عافاكم الله، يعني عافانا وعافاكم الله، يعني هي جيرني، هي مش زيه زي اي مرض ثاني، انه والله مش عارف حدا صار عنده زايده راح يعمل زايده بطل عنده زايده. مريض الاورام هو في رحله علاج، وهو في معركه ابتداء من الشك، حتى مش من التشخيص، من الشك انه عنده ورم، لحد التشخيص، لحد العلاج، خطه العلاج طبعا بانواع العلاج، لحد ما ينهي العلاج ويتشافى ان شاء الله، بضل حتى مرات معنا 5 سنين وعشر سنين، بضل تحت عيننا وبضلوا تحت مراقبتنا لحد ما نتأكد إنه ما في عنا ريكورنس، ما في عنا عودة للورم. فهذا المريض وجد نفسه في شهر 3 أو في نهاية شهر 3 وشهر 4، وجد نفسه إنه في انفرضت عليه معركة عالمية، معركة جديدة، صار هو مجبور إنه يدخل فيها هاي المعركة، بالإضافة للمعركة اللي هو عم بيقوم فيها. هلأ أضف إلى ذلك، مع إعلان الإغلاق التام اللي صار في معظم دول العالم، مريض الأورام وجد نفسه إنه هو ما إله عنوان يرجع له. مريض الأورام مريض بحاجة لدعم، وبحاجة لمساعدة كل الوقت في أغلب الأحوال، يعني حتى لو مساعدة تلفونية. كثير من أطباء العائلة وكثير من المستشفيات أغلقت أبوابها وتحولت بس لأماكن كورونا في بداية اللوك داون، في بداية الإغلاق.
فهاي مرحلة معينة، وهي أنا لمستها أيضا مع المرضى اللي تعاملنا معهم، إنه في مرحلة معينة على الأقل لمدة شهر شهر ونص وجد نفسه ما إله عنوان يرجع له، وجد نفسه ما إله يعني ما إله حدا يسأله مين والله إنه جرعة الدواء مش ضابطة معي كذا، يعني بينفع أزودها ولا بينفع أزودها، شو الجرعة الماكسيموم اللي أنا اللي بينفع أخذها من الدواء اللي أنا بساعدني مثلا. هاي فهي من الأمور اللي يعني للأسف اللي اضطرت أو اضطروا مرض الأورام إنه يخوضوها، وهي أيضا من الأمور المحزنة. طبعا هذا الأثر أيضا كان على موضوع العيادات، أيضا موضوع اللي ممكن نحكي هلأ عنهم بشكل أكبر ممكن بالتفصيل، بس أيضا يعني تخيل أنت إنه مريض مثلا جاي لك ما بيعرف، جاي لك إنه عنده كتلة كانت على الرئة اكتشفوها بالصدفة مثلا وأخذ عينة، وهلأ هو جاي لك أنت بدك تحكي له هاي الخبر breaking of bad news، يعني هاي من الأمور الصعبة عندنا في الطب. فهلأ بعد ما كان يجيك بالأول مريض ومعاه أو مريضة مثلا معها زوجها أو معها ابنها الكبير ومعها مش عارف شو أخوها، وبساعده وبساهمه في إنك أنت تحاول تمهدلها وتعطيها الخبر هذا، هلأ بخصوص أو نتيجة للوباء القائم ونتيجة اللوك داون صار كثير المرضى بيجيك لحاله على العيادة، فأنت مضطر تعطيها الخبرية وهو قاعد لحاله قدامك على الكرسي. هاي صعبة علي وصعبة عليهم يعني. فهاي يعني كل هاي يعني احنا ممكن نحكي على الموضوع هذا باستفاضة بصراحة، بس هاي كلها من الأمور اللي احنا مرينا فيها مع المرضى، وهاي من الأمور اللي احنا بنحاول يعني أوجدنا طرق كيف انه نتعامل معها، وبنحاول انه نوجد طرق أكثر يعني. وأنا بتوقع التواصل مع الجمهور يمكن لما نشوف تعليقات شو راح يحكوا مع الناس يمكن يكون عندهم أفكار أكثر في كيف ما احنا ممكن نساعد بالتخفيف من هاي الموضوع أيضا. تفضل. يعني دكتور أنا بدي أشد على يدك إنه للأسف الزيادة اللي عم بتصير خاصة في الويف الثاني هذا اللي إحنا ماشيين فيه أو ما يسمى بالويف الثاني يعني بغض النظر، عم بتأثر سلبيا على برضو الناس اللي عندها أمراض مزمنة وخاصة السرطانات، بعدم القدرة زي ما حكيت على إعطائهم الوقت الكافي والسبورت الكافي والدعم الكافي، وهذا للأسف طبعاً بيأثر سلبياً عليهم وبالتالي ممكن يؤدي إلى مشاكل أخرى. فيعني هاي يمكن دعوة من هذا المنبر لجميع الأشخاص اللي بيستهزئوا في موضوع السلام العامة والكورونا والماسك في الببليك بليسز، إنه إذا هو مش مهتم بصحته أو بصحة حاله على القليل يهتم بشخص قد يعرفه وقد لا يعرفه، ولكن كيكسب في حسنة يوم الدين إنه فعلاً حاول إنه ينقذه، لأنه احنا الاعمال بالنيات زي ما بيحكوا، فاذا كانت نيتك خير وحسن ان شاء الله بتاخذ عليها حسنات. فهي دعوه ان شاء الله للجميع انهم ما يستهزئوا في الموضوع ويستمعوا للارشادات العامه تبعت الاطباء. دكتور بدي اسالك انا الان يمكن عن موضوع يعني موضوع الامراض السرطانات تبعت الرئه والمريء والامور هاي، لأنها أكثر يعني قرباً لمكان انتشار هذا الفيروس في الجسد، فهل هدول عليهم تأثير أكثر من باقي السرطانات؟ أنا بدي أحاول أكون شوي حذر في الكلام عن هذا الموضوع، لأنه أنا بحاول دائماً أن أتجنب أتكلم على الجانب الإيجابي في حديثي. أنا ما بحب أني أبدأ كلامي في أنه مش عارف شو أعطيك هلأ نسبة الوفيات مثلاً، قديش الناس اللي عندهم مثلاً أورام رئة راح يتأثروا أكثر في الهيك في الكوفيد. فلا شك أنه مرضى أورام الرئة بشكل عام هم أكثر تضرراً من موضوع الكوفيد من ناحية الأعراض، خاصة أنه كثير منهم بيكونوا خاضوا عمليات في الرئة، وبالتالي الريزيرف تبعهم هم أو البداية تبعتهم مع المرض هي ما بتكون مش بادين بمية بالمية رئة. نسبة كثيرة منهم مدخنين، فأيضا هذا بقلل، وكان في دراسات كثيرة على أنه المدخنين هم أكثر تضررا من موضوع الكوفيد. موضوع آخر اللي هو موضوع أنه كثير منهم عم بياخذوا العلاجات الاميونوثيرابي والبيولوجيكال تريتمنت، هاي العلاجات لها تأثير أساساً مرات توصل لحد 20% اللي هو النيومونايتس الالتهاب الرئوي. فهذا الموضوع مع بالاشتراك مع موضوع الكوفيد 19 هذا بيعمل عبء كثير على الرئة. فبشكل عام هدول المرضى أكثر تضرراً بشكل كبير
ما رح أعطي نسبة كم هم أكثر تضرراً حتى ما نخوف الناس، ولكن هم أكبر تضرر بشكل كثير كبير من موضوع الكوفيد 19، وهدول المرضى لازمهم عناية خاصة ولازمهم حرص كبير ابتداء من الالتزام في الطرق الوقاية وتجنب الاكتظاظ والالتزام بالكمامة ونظافة اليدين، وأيضا التشخيص المبكر. يعني لو أنا عندي مريض هو صحيح ما عنده أي مشكلة، مثلا عمره 35 سنة وما عنده أي مشاكل صحية وصيب بالكورونا، تعامل معاه غير عن مريض عمره 70 سنة وعنده سرطان رئة وعمل قبل هيك استئصال نص الرئة. هذا لا، هنا في ريد فلاج، هنا في خط أحمر، هنا لازم إني أخليه تحت عيني أكثر، يكون عندي قابلية أسرع أكثر إني أنا أدخله على المستشفى هذا المريض، وإني أبدأ في الطرق العلاجية الإنفيسيف حتى إذا بدك أسرع معهم. بخصوص هذا المرضى أيضا من المشاكل إحنا واجهناهم معهم إن هذا المرضى كثير منهم أساسا هم عندهم أعراض بدون أي شيء، يعني كثير من المرضى هذول خاصة مع العلاجات أو بعد العمليات بكون عندهم ضيقة نفس أساسا، فهذا شكل عنده مشكلة إنه مثلا لما بدي يروح، هلا إذا أنت بدك تأخذ ابنك على مكان ألعاب بدهم يسألوك برا على الباب هل أنت عندك أعراض تنفسية، هل أنت عندك ضيقة نفس، ومكان يروح أماكن هاي يروح يعبوا كل الأجوبة هاي صح، يعني فيروحوا يعاملوهم معاملة إنه هذا suspected إنه هذا احتمال يكون عنده كوفيد، وبالتالي يروحوا مش عارف إنه يمنعوه إنه يدخل مثلا أو إنه يبعتوه إنه يروح يعمل الفحص. فهي من المشاكل اللي يعني تخيل معي المواقف اللي نحطوا فيها هذول المرضى، كم مكان انحرموا إنهم يدخلوا مثلا أو كم مرة تعاملوا على إنهم كوفيد، حتى إنه في مراحل معينة كان زي بتصير زي ناحيتهم زي عمليات حتى تنمر إذا بدك تخيل، يعني لأنه هذا مريض طول الوقت عنده ضيق، يعني في كثير منهم هذول المرضى طول الوقت عنده ضيق نفس أو عنده كحة كل وقت، فهذا المريض كل وقت مثلا عم بكح أو زي هيك، فتلاقي في المواصلة العامة مثلا الناس عم تطلع عليه مثلا أو الناس تتجنبه أكثر مثلا، أو إذا هو كان في قاعة مثلا أو في مطعم برضو صحيح. هذا كان راح يأثر عليه، فهي أيضا من التأثيرات اللي كانت عليهم، يعني تأثيرات نفسية وجسدية مع بعض عم تجتمع وبالتالي بتأثر أكثر. طب دكتور، في لنا سؤال هلا من الجمهور بيحكي عن الربو، هل الأزمة برضو بتزيد نسبة الخطر لمرضى الكوفيد؟ بصراحة الربو هو مش بمجال عملي، أنا جراح رئة، ولكن جميع الأمراض التنفسية سواء الأزمة أو COPD هي أساساً pre-existing cause لrespiratory distress، أو هو سبب اوريدي موجود لمريض يكون انه عنده تهيج في القصبات الهوائيه وتهيج في الانسجه الرئويه. والمشكله الكبرى اللي بتصير بموضوع الكوفيد اللي هي رد فعل النسيج لهي الاصابه، فبالتالي هاي بتزود الاعراض عندهم وبتزود فرصه المضاعفات. ما عندي معلومات كثير دقيقه عن هذا الموضوع لانه هذا مش مجال عملي. طيب دكتور، خلينا نسال سؤال عن يمكن احنا نرجع على الموضوع اللي هو تاثير الكورونا على المرضى والمستشفيات بشكل عام، هل هناك صار في تأخير في مواعيد العمليات اللي كانت مقررة أنها تقوم لبعض المرضى، مثلا knee replacement, hip replacement, back surgery, cosmetic surgery، هل صار في تغيير في هذه المواعيد؟ طبعا القطاع الآخر زي ما احنا حكينا، القطاع الآخر اللي هو تضرر بشكل كبير من موضوع الكوفيد اللي هو قطاع العمليات، لأنه هذا القطاع مع إعلان اللوكداون في نهاية شهر 3 يتوقفت جميع العمليات المبرمجة في أغلب مستشفيات العالم، وقف كل هالعمليات، وصار في عنا شرط إنه إحنا عشان نعمل العملية لازم نكون عارفين إنه المريض هو رح يكون في خطر إذا إحنا ما عملنا العملية خلال 28 يوم من تاريخ اليوم. فأي مريض ما عنده يعني بيقدر يستنى 28 يوم، فإحنا كنا نلغي العملية تبعته لسببين. اولا لانه احنا كنا بدنا نوفر الطاقات تبعتنا، كنا مستعد لوباء عظيم، فهي كانت نقطه. النقطه الثانيه حمايه للمريض نفسه وحمايه للطواقم الطبيه من اي تعرض غير مبرر لفرصه الاصابه. والسبب الثالث انه في كثير كانت من الطواقم اللي حوالينا اما انه يكون عنده اعراض تنفسيه، مش شرط يكون عنده كوفيد بس عنده اعراض، فبالتالي كنا نعزله خوف على المريض وعلى الطاقم، او انه يكون حدا من المحاولين المحيطه. كثير من الأطفال مثلا كانوا الأطفال ما بتعرف بيرشحوا كثير مثلا بصير عندهم أعراض تنفسية كثير، فأي حدا كان عنده ابنه زي هيك برضو كنا نعزله، فبالتالي الأعداد العاملين في الطواقم كان أقل.
فهاي أدت تأخير كثير كبير في العمليات في بداية الموضوع. أيضا حتى لما رجعنا بعد بضعة أشهر رجعنا لنعمل عمليات حتى المبرمجة عادي، رجعنا بضوابط معينة. يعني التيرن أوفر تايم بين عملية وعملية اللي هو هذا، يعني هذا اللي بتقاس فيه تطور مستشفى وتطور الطب في الدول، هو إحنا كان عندنا بين العملية والعملية معدل بين 5 إلى 10 دقائق، إنه أنت إذا المريض مجرد المريض يطلع ويدخل المريض اللي بعده. وجدنا نفسنا إنه إحنا التيرن أوفر تايم بيوصل حاليا لا مش حاليا بفترة معينة بيوصل لحد 2 ساعة، لأنه أنت بدك تعقم الغرفة منيح وبدك تعمل نيجاتيف بريشر منيح وبدك تعمل تأكد إنه بعد، خاصة إحنا عملياتنا كثير منها في الرئة، بدك تتأكد إنه ما في أي فرصة، لأنه أنت بدك تعامل كل مريض إنه هو مصاب حتى لو هو مش مصاب، بس حماية يعني هاي قاعدة في الطب إنك بدك تتعامل مع الكل إنه هو مصاب، وإنك بدك تتعامل مع الكل إنه أنت كمان مصاب عشان ما تعدي ولا تنعدي. فكان تعقيم كامل يصير مضاعف، وتركيز على الأشياء الرئوية. يعني في أشياء كثير كنا مثلا يعاد استخدامها بعد تعقيمها، مثلا في صارت منه بس one more time، يعني one time بس إنك تستخدمها وخلص. فهاي كله زود التيرن اوفر تايم، فصرت انت في 12 ساعه بدل ما تقدر تعمل مثلا 4 عمليات أو 5 عمليات صرت تعمل عمليتين في 12 ساعه. فهذا تخيل يعني الكم اللي راح يزيده على موضوع الويتنج ليست، على موضوع الانتظار على المرضى. يعني انا كنت بدي اجي على موضوع الويتنج ليست، لانه هذا يمكن السبجكت اللي هو الكل بيحكي فيه في كندا بشكل عام، اللي هو مدة الانتظار. يعني عندنا احنا اصلا في كندا مدة الانتظار عالية لمقابلة سواء اخصائي او الانتظار لعملية، بشكل عام تعتبر من الدول اللي عندنا ويتنج ليست كثير. فهل هذا الويتنج ليست زاد بنسبة عالية دكتور، ام بقي تقريبا تحت السيطرة؟ احنا حاليا يعني خليني احكي بشكل عام، حاليا بالاشهر الاخيرة يعني استطعنا ان احنا يعني نتخطى هاي المشكله. صار يعني ضاعفنا الجهود، ضاعفنا ساعات العمل في العمليات اللي كانت السيرفيس المعين اللي كانت تاخذ مثلا 12 ساعه في الاسبوع صارت تاخذ مثلا اكثر، او الايام اللي كان السيرفيس اللي كانت تاخذ 4 أيام عمليات في الاسبوع صارت تعمل 6 أيام عمليات في الاسبوع، زادت غرف العمليات الطارئه. فهاي حاولنا شوي صغير انه احنا نتخطى هاي المشكله. هلا طبعا خوف من الموجه الثانيه انه احنا نرجع نتاخر، ولكن بتامل انه احنا راح نكون اكثر استعدادا حاليا. يعني في بروتوكولات عم توضع الان بطريقه اكثر ايجابيه ان شاء الله للمرضى؟ طبعا بدون ادنى شك حاليا في بروتوكولات كثير واضحه، في بروتوكولات very mature، يعني في بروتوكولات حاليا يعني لا يعني هاي يمكن من الفوائد القليلة جدا 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 لموضوع الكوفيد 19، إنه صار في عنا في تخطيط منيح حاليا، في بروتوكولات وفي بتأمل إن يكون في استعداد أفضل نسبيا من المرة الأولى، لأنه في ناس كل الوقت كانوا يحاولوا يتعلموا من اللي بيصير ومن الأخطاء اللي بتصير، ويحاولوا يشوفوا كيف ممكن إحنا نحسن الوضع. ما في شك إنه هذا بانديميك، هذا وباء، والوباء مش منيح، والوباء راح يكون له تأثير طول الوقت يعني، ولكن بتأمل إنه إحنا ننجح في التخفيف من وطأة هذا الوباء. مرة تانية اللي صار في بداية الوباء من ناحية الجلوبال لوكداون اللي صار، هذا كان أثره كثير 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 كبير على المرضى. وبتأمل إنه مهما كانت السكند ويف قوية ما نوصل لهي المرحلة هاي، يعني لأنه هاي كان تأثيرها كثير كبير على كثير مرضى حول العالم. طيب دكتور، انت حكيت عن الانترفال اللي صار بين العمليات اللي هو بين عمليه وعمليه، بس مده العمليه هل في صار فيها تغييرات؟ يعني مثلا العمليه اللي كانت تاخذ افريج نحكي 2 ساعة، هل صارت تاخذ 2.5 أو 3 بسبب الانترفالات الاكثر؟ صحيح طبعا، حتى هاي كمان انا هلا بدي احكي هون على مجاري انا كجراحه الرئه، لانه احنا مثلا في كل عمليه بنبدا بالاول بعمل مناظير منظار للقصبات الهوائيه لنتاكد انه ما في مشاكل هناك خاصه في الاورام، نتأكد ما في امتداد للورم هناك. فبحسب البروتوكول وزارة الصحة العالمية والCDC اللي هي هيئة مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، صار انطلب منا أن احنا يكون في فترة انتظار ما بعد المنظار وبداية العملية 15 دقيقة. فهذا بعد ما انت كنت مجرد ما انت تعمل المنظار
وتروح تبدأ العملية مباشرة، فأنت صار أنت راح تعمل منظار وتستنى 15 دقيقة. أيضا الغلف كانت تتسكر عليك تماما قبل المنظار بربع ساعة وبعد المنظار بربع ساعة، لا أنت بتقدر تطلع ولا حدا بيقدر يدخل عليك من برا الغرفة منعا، لأنه مرة ثانية حابين نعامل كل مرضى بنعامل كأنهم ممكن يكونوا مصابين وما عليهم أعراض، فخوف أنه تنتشر الفيروس في كل غرف العمليات. فأيضا هذا كان يشكل تأخير كبير. تخيل أنه أنت بعد ما سكر الباب كان في إشي مثلا أنت محتاجه مثلا من الستور من جنب غرفة العمليات مثلا، أو أنت محتاج جهاز ألتراساوند أو إشي زي هيك، فهي أيضا كانت تضيف تأخير. أيضا كثير من العمليات كنا إحنا ممكن نعملها بالمنظار وبالتالي ممكن تكون أسرع وأخف ألم للمريض، اللي وجدنا نفسنا إحنا مجبورين إن إحنا نعملها مفتوحة، لأنه المنظار في مستخدم مرات إحنا غاز CO2 حول الرئة بساعد في انكماش الرئة وبساعد طبعا الرؤية بشكل أفضل. فهذا كان في أراء إنه هذا ممكن يزيد فرصة العدوى من موضوع الكوفيد، فهذا أيضا في عمليات معينة وجدنا إنه إحنا ممنوعين حتى إنه إحنا نعمل المنظار مثلا. موضوع الانبوب الصدري، احنا كل مريض بعد عملية رئة عنده انبوب صدري، وهذا المريض في مرات بيكون فيه عنده تسريب من الرئة نفسها وعم بيطلع الهواء عن طريق الانبوب الصدري، فكان في سؤال لو هذا المريض مصاب بكوفيد وهو عم بكح كل الوقت وعم بيطلع الهواء من الانبوب الصدري، مزبوط هو حاط كمامة بس ما هلا الهواء عم بيطلع من الانبوب، فاحنا كيف ممكن نتعامل معاه؟ فهي كلها كانت تشالنج، وهي احنا وجدنا لها حلول كلها الحمد لله يعني، وهي بتأمل انها تكون يعني فرصه افضل للحفاظ على صحه المرضى عن طريقها يعني. نعم دكتور، انا بدي اسالك عن نسبه امتلاء المستشفيات بشكل عام في الـ في الـ في الفيرست ويف والسكند ويف، بس حنرجع لهذا السؤال بعد هذا الفاصل السريع، خليكم معنا. الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم، يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، رجعنا لكم في موضوع جمال الصحة، والموضوع اللي اخترنا لكم إياه اليوم اللي هو تأثير الكورونا على علاج المرضى بالمستشفيات والعيادات. معنا الدكتور يوسف أبو عصبة، أهلا وسهلا فيك دكتور مرة تانية، شرفتنا. أنا قبل الفاصل كنت عم بسأل سؤال، وهو نسبة امتلاء المستشفيات والأسرة بشكل عام. أنا بديش أحكي عن دولة معينة أو مكان معين، حسب علمك خاصة الدول اللي صار فيها زيادة في الفيرست ويف والحمد لله تعافت، بعدين إجا السكند ويف اللي هو صار أصعب، فهل أنت ترى يعني، أنا بعرف أنه بعض الدول زي الأردن مثلا المستشفيات الخاصة الآن وقعت تحت أمر الحكومة أنه خلاص ما في مجال، لأنه ما في عندهم اوريدي استيعاب في المستشفيات الحكوميه، فهل ترى انه فعلا في زياده في نسبه المرضى والاسره في نقص فيها؟ اول شيء انا بدي احكي، خلينا احكي بشكل عام عن الوضع هنا بكندا، ما بدي احكي عن المستشفى انا فيها لانه يمكن انا مش مخول، ولكن بشكل عام احنا الحمد لله كنا محظوظين هنا في كندا، لانه المبادره السريعه كانت في اتخاذ الاجراءات والالتزام النسبي من اغلب الناس، في ناس ما التزمت ولكن اغلب الناس التزمت، وايضا الطبيعه الجغرافيه للبلد هون انه يعني بشكل عام دائما في تباعد، يعني ما في اكتظاظ كبير، ما في كثير استخدام للمواصلات العامه مثلا، اغلب الناس عندها هون سيارات وكذا، فهذا ساعد انه ما يصير البيك تبع الحالات بشكل عام. الكل عارف مجرد بدايه الوباء الكل كان عارف انه راح يصير في تزايد في العدد ولكن المراهنه كانت على انه احنا نحاول انه to prolong the curve، انه احنا نحاول انه نخلي الزياده هاي تكون افقيه نسبيا، ما بدنا يصير تزايد سريع اللي هي تفوق طاقه القطاع الصحي. احنا فضل ربنا اول شيء وحسن حظنا احنا ما وصلنا للتزايد هذا في كندا، صار عندنا تزايد بطيء في الحالات، وانا بدي احكي هنا من ملاحظتي
يعني كطبيب بعمل، انا ما كنت مسؤول عن الادمشنز هون في المستشفى، ولكن اغلب الايام كان يعني على الاقل نص القسم المخصص للكورونا في المستشفى عندنا اغلب الايام كان على الاقل النص فاضي. فهاي يعني هذا شيء كثير منيح. طبعا هلا في دول اخرى زي الاردن بنتمنى لهم طبعا يعني بنتمنى لهم كل الخير، وبنتمنى لهم ان شاء الله يعني انه ربنا يعدي عليهم الازمه على خير. طبعا في عندهم صار تزايد اكبر في الحالات، وهذا طبعا هذا الخوف يعني انه يفوق طاقه القطاع الصحي. بتامل انه هم يعدوا هاي الفتره على خير ان شاء الله، وخاصه هلا مع بدايه الموجه الثانيه. بتمنى انه يكون يعني، او انا متاكد انه ان شاء الله انه راح يتغلب على الموضوع هذا ان شاء الله، ولكن بتامل انه تعدي الازمه عليهم على خير، لانه هذا الخوف وهذا التشالنج كان من كل موضوع الوباء. لما بدأ الناس يحكوا انه بس هالاسبوعين بدايه الوباء، الناس كانت فاهمه انه بس اسبوعين وراح ينتهي الوباء. لا، الوباء ما كان راح ينتهي اسبوعين. الهدف كان او كلمه الاسبوعين، الهدف انه انا ااخر تشخيص الحالات واخر حدوث الحالات، وبالتالي تضل ضمن طاقه استيعاب القطاع الصحي لها. نعم، اللي هو دكتور كان نسمع فيه اللي هو فلاتن ذا كيرف، انه الكيرف يكون مستقيم، بثير انه عدد الحالات ما تتزايد، تضلها تقريبا نفس الشيء او تزايد بسيط. للاسف صحيح. الان it's rising curve، يعني بطريقة بدرجة زاوية عالية. أكيد صح طبعاً. هاي المشكلة اللي بتصير إنه القطاع الصحي بيستحمل مثلاً 1000 شخص خلال الأسبوع، عم بيجي 1200، فأكيد النظام الصحي سينهار. طيب دكتور، أنا بدي أسألك سؤالين مهمين، أو سؤال، خلينا نحكي على السؤال الأول اللي هو العيادات. العيادات، معظم العيادات سكرت في البداية لأنه كان في تخوف، مش عارفين شو يسووا، شو البروتوكولات. الآن بعض العيادات رجعت تفتح، فشو رأيك في هذا الموضوع أنه العيادات رجعت تفتح، والموضوع أنه صار في شوية مقابلة للطبيب الخاص، الطبيب المعالج بحكي، والعيادات اللي في المستشفى طبعا. طبعا العيادات، بخصوص العيادات أيضا هي كانت من القطاعات اللي ضررت في الموضوع. صار إشي منيح أول شيء، او يعني من بين كل الاشياء السيئه بس صار شيء منيح في موضوع العيادات، انه تطور موضوع الفيرتشوال كلينك، انه انت ممكن تقيم مريض عن طريق ال مجرد تحكي معه عن طريق الانترنت مثلا. فهاي التلي هيلث، هاي طبعا منيحه بجوانب معينه وسيئه بجوانب اخرى. منيحه لمريض كان يجينا، مريض مثلا يجينا خاصه هنا في كندا، المرضى يعني البلد كثير كبيره، فكان يجينا المريض مرات يمشي ساعتين وثلاثه، ومريض انت كنت عامل له عمليه من 5 سنين مثلا، وبس لانه فولو اب مثلا لازم انه تضلك انت مستمر انه انت تعمل الصوره مثلا كل 6 اشهر او كل سنه مثلا، فيجي لك ساعتين ثلاثه ويستنى فتره الانتظار في المستشفى والغلبه طبعا ويطلع وكذا، بس عشان انت تشوف الصوره وتحكي له اه والله كل شيء تمام، شكرا خليني اشوفك السنه الجايه. فهاي اختصرت عليهم الفيرتشوال كلينيك. هلا انت صار ممكن هو من بيته مثلا، ويكون قاعدين حواليه مثلا احفاده مثلا واولاده وكذا، انت بتراجع الصوره معاه على الانترنت مثلا، وبكون هو مرتاح نفسيا وبكون هو مرتاح جسديا، وبتحكي له انه كل شيء تمام. اذا انت احتجت انه انت تجيبه بتجيبه، بيجي عندك على المستشفى وتجيبه. ولكن اذا ما في حاجه، واذا هو من اماكن بعيده وخاصه هلا مع البرد، فهاي من الاشياء اللي هي تطورت حول العالم طبعا، وهنا هنا خاصه في كندا موضوع الفيرتشوال كلينيك، صارت عندنا القدرات على اجراها بشكل منظم افضل، والامكانيه لتقييم المريض بشكل صحيح قد يعني اجزم انه مش اقل من المقابله الفعليه للمريض. هاي كانت منيحه، ولكن على الجانب الاخر الفيرتشوال كلينيك كان لها مساوئ معينه، لانه في مرحله معينه كانت انفرضت علينا كلنا نحن نعمل فيرتشوال كلينيك، ما كان في خيار اساسا انه المريض يجي على المستشفى. وبالتالي انا ما زلت مقتنع انه الطب لازم يكون انه ما في بديل في الطب عن التقييم السريري. انا ما بقى كثير مرات ناس بيبعثوا لي على الفيسبوك مثلا انه والله انا عندي اعراض كذا مش عارف شو، اكتب لي دواء. ولا يمكن انك تكتب دواء، لانه لازم انه انت تشوف المريض، ولازم انت تقيم المريض تقييم كامل، وتحكي معاه وتشوف كيف دخل عليك، كيف مشيته وهو بيحكي معك، كيف نفسه وهو عم بيحكي معك، كيف بنيته الجسميه، في مريض وزنه 39 كيلو، في مريض وزنه 120 كيلو. هاي الاشياء مرات انت على التليفون ما بتعرف، انت ما تقدر تعملها مزبوط. في موضوع مثلا الاعراض نفسها، كيف هي وصفها الدقيق لها، تراجع الصور معاه وهو نفسه انه هو يفهم منك
كل هاي الأشياء للأسف تأثرت في مرحلة معينة من الكورونا، وإحنا يعني ما 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 كنا ما كان عندنا الإمكانية إنه إحنا نعملها. الموضوع اللي إحنا حكينا عليه في بداية اللقاء، موضوع النفسي، إنه كثير من المرضى كل وقت بده حدا يكون معاه، لأنه هاي جيرني مثل ما حكينا إحنا، فهو بده حدا يشاركه بالقرار. أنت بدك تخيره، طب شو نعمل لك عملية هلأ مثلاً، ولا نعطيك بالأول إشعاع ونعطيك نعمل لك عملية؟ فهو مضطر هلأ يأخذ القرار لحاله، لأنه بحسب قانون المستشفيات ما بينفع إلا المريض لحاله يدخل على المستشفى. فهلأ إنه هو مضطر إنه يا إما يأخذ معك القرار هلأ، أو إنه يحكي لك طب اعمل عيادة مرة ثانية وباجي بحكي لك مرة ثانية، وممكن العيادة المرة الثانية يكون صار عنده سؤال ثاني مثلاً، أو أنت تسأله سؤال ثاني، وبالتالي تأثر على موضوع القرار. كل هاي كانت من المواضيع اللي صارت، أو التأثيرات اللي صارت على موضوع العيادات. نعم. طبعا سؤال الثاني دكتور، يمكن في البداية أنا بدي أقدمه بطريقة أخرى، إنه نحن نرفع القبعة لكم لأنكم أنتم الأبطال الحقيقيون، أنتم الذين بقيتم في الميدان. يعني حتى السياسيين تخبأوا خلف جدران، ولكن من بقى في الميدان هم الأطباء، الصيادلة، الممرضات، حتى العاملين في المستشفيات في التنظيف والطبخ، فهذول يرفع لهم القبعة لأنهم فعلا تحدوا الفيروس بأنفسهم وأرواحهم وأهلهم، لأن أنت برضو بترجع لبيتك. فدكتور للأسف برضو بنحكي إنه القطاع الطبي هو يمكن من أكثر القطاعات اللي تأثر بنسبة الإصابات بالفيروس كقطاع. سمعنا إنه في بعض الدول وصل إلى 30% من المرضى في القطاع الطبي، وعندنا في مدينة أوتوا من المدن اللي كان فيها تقريباً 30% من المصابين من القطاع الطبي. كيف الإجراءات الآن اللي أنتم بتتخذوها كقطاع طبي، سواء ممرضات أو أطباء، لحماية أنفسكم وحماية عوائلكم؟ هل هذا برضو عليه تأثير وتغيرات كبيرة في فترة الكورونا؟ طبعاً هاي يعني أول شكراً لك. هاي من التحديات الموجودة، وخاصة إحنا في طبيعة عملنا مع الرئة اللي هي العضو الأكثر تضرر من موضوع الكورونا، وهو الأكثر عدوى. أكثر الأطباء اللي أو أكثر الطواقم الطبية، سواء أطباء أو ممرضين، اللي تعرضوا للعدوى لهم كانوا أطباء جراحة الصدر وأطباء الرئة، وأيضا أطباء الأنف والأذن والحنجرة، لأنه هذول المكانين هم الأكثر عدوى في الجسم. فما في شك إنه كان في خوف في بداية الموضوع، وكان في خلينا أحكي بالأول uncertainty، يعني الناس ما كانت، إحنا بالعادة بالطب في كل شيء له توصيات، وهذا اللي بيساعدك، هذا الجايد تبعك، إنه أنت، أنا عندي توصيات إذا أنا بدعمل عملية لمريض عنده سكري مثلاً، عندي توصيات معينة كيف أنا أعمل العملية، فرصة بطريقة أنها تزيد نجاح العملية وتقلل المضاعفات عند المريض مثلاً، عندي توصيات كيف أعمل مثلاً عملية لمريض عنده مثلاً مشاكل في العمود الفقري. ما كان عندنا توصيات واضحة شو نعمل مع مرضى الكورونا، لأنه ما في فهم كان كثير منيح، خاصة في بداية الموضوع. فالسر أو الإشي اللي تمسكنا فيه إحنا كلياتنا في موضوع بداية الوباء، إنه تعامل إنه أنت مريض، وبالتالي بدك تحرص على المريض إنك أنت ما تعديه، وتحرص طواقم طبي إنك أنت ما تعديهم، وأيضا تعامل مع المريض على إنه هو مريض كوفيد، فأنت بدك تدير بالك إنه هو ما يعديك. هاي طبعا كان في مراحل معينه كان صعب انه تطبق هذا، يعني اذا انت مريض وهو مريض معناته كيف، ليش عم تعمل برونكوسكوبي، ليش عم تعمل له منظار للخصبات الهوائيه. قدر الامكان حاولنا انه احنا نتجنب هاي، يعني العدوى في هاي الشغلات، كنا نلبس ال 95 مثلا، يعني خاصه في هاي المواضيع مثلا، نستخدم الغرف اللي هي الضغط السلبي نيجاتيف بريشر. طبعا احنا كنا محظوظين هون في كندا ان احنا عندنا هاي الامكانيات، يمكن هاي المشاكل بتواجهها خاصه كثير من الدول الناميه، انه لانه ايجاد غرفه نيجاتيف بريشر هاي تكلفه كثير عاليه، فكثير من الدول الناميه للاسف ما عندها هاي الامكانيه، او يمكن كل مستشفى بيكون عنده غرفه واحده والله، او مثلا او حتى يمكن ما عندهم يعني. فهاي ساعدتنا شوي صغير هون في حمايتنا، وساعدتنا شوي صغير في تجنب التعرض للاصابه. كثير من الزملاء تعرضوا للاصابه ونعدوا، الحمد لله ما كان في نسبه وفيات عاليه عندنا كثير من الاشخاص المحيطين على الاقل يعني. فنتأمل إنه في الموج الثاني إنه يكون عندنا توصيات أوضح بخصوص هذا الموضوع، وحماية أكثر في تجنب الإصابة.
دكتور بس ترجع البيت، البيت اولادك بيقولوا لك تحمم بابا قبل ما تسلم علينا ولا بسلم عليك؟ والله بالعكس يا دكتور جمال، انا بصراحه فيري ريستريكتيف يعني في الموضوع هذا. انا يعني من ناحيه انه بحاول ان اغير بالمستشفى قبل ما اروح، وبحاول ان اتحمم قبل ما اروح، وبحاول مره ثانيه اتحمم بس ارجع، يعني لانه بكون خايف كثير انه حتى المفاتيح مثلا، حتى الساعه مثلا، حتى احنا عندنا هون كلنا اذا بدك اورجيك هون كلنا دائما معنا بيجر، هذا الفيتر كل وقت معك يعني، فانت كل وقت يعني مهما حاولت تعقمه كذا الا انه يعني الا انه يكون معرض. فانا عندي مشكله بس افتح الباب بتلاقي الاولاد اجوا علي يعني، وهي دائما تخوفني يعني. يا ريت لما بحكوا لي تحمم يعني وكذا، لا بس بفتح الباب تلاقيهم كلهم اجوا علي يعني، هاي مشكله الله عندي. الله يحفظ لك اياهم، يحفظ لك الله يسعدك يا رب، ويحفظ لك كل ويحفظ لنا الطاقم الطبي وربنا يحفظه، لانه للأسف أي انهيار وأي نقص في عدد الأطباء والممرضين سيؤدي إلى انهيار برضو في القطاع الطبي، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل أكبر يعني. دكتور أنا يعني بدي أسألك مرة تانية عن الجانب النفسي والعلاج وفترة النقاهة أو فترة ما بعد العملية، كيف تأثيرها على المرضى الآن؟ هاي للأسف لسه من الأمور اللي بنحاول إحنا نتعامل معها للأسف، موضوع الجانب النفسي، لأنه زي أنا ما حكيت لك في الموضوع، إنه المريض فكرة إنه يجي المريض إجراء عملية جراحة رأسية تعتبر من العمليات الكبرى في الجراحة، وإنه يكون مسموح له بس هو المريض لحاله يدخل، ممنوع يدخل معاه مرافقين مثلاً أو كذا، بس هو المريض لحاله جاي إنه يعيش هاي التجربة لحاله، وبعد هيك يصحى من العملية. تعرف خاصة إحنا الجالية العربية عندنا شوي صغيرة موضوع العواطف شوية يعني تكون بنسبة عالية، فإنه يصحى من العملية ويلاقي حاله إنه لحاله مثلاً، ويطلع على القسم ويضل لحاله مثلاً، وأول يوم وثاني يوم وثالث يوم في المستشفى يكون كله لحاله، ممنوع الزيارة. هاي بتوقع هاي يعني هاي لا تقل يعني لا تقل عن الضرر النفسي أو التأثر الجسدي عفواً من موضوع الكوفيد. المرضى الخاصة مرضى جراحة الرئة ومرضى جراحة المريء مرات بيضلوا أسبوع أسبوعين في المستشفى، فهذول بيضلوا أسبوع أسبوعين في المستشفى بدون ما يكون حدا من عوائلهم حواليهم، هذا زود عندهم نسبة الديليريوم. كثير من الناس خاصة الكبار بالسن صار عندهم زي confusion، زي تشويش مرات، كثير عندهم صار يعني زاد عندهم نسبة الإحباط، خليك إذا بدك تحكي مثلا، أو قلت رغبتهم في المشاركة في الفيزيوثيرابي والأنشطة ما بعد العمليات. هاي طبعا يعني هذا كان كله حول العالم طبعا، مش بس إحنا عندنا هنا، ولكن هذا كان من الأثار السيئة للموضوع. هل بتقدم المستشفى بعض الشغلات الفيرتشوال إنه على القليل يشوف عائلته عن طريق مثلا سكايب؟ طبعا المستشفيات بشكل عام بتحاول بقدر الامكان، في يعني عاده ما بيكون في سوشيال وركر بحاول انه يساعدهم في الموضوع هذا، بحاول يساعدهم في كل وقت انهم يتواصلوا اكثر مع عن طريق سواء كان فيرتشوال او على الاقل يسمحوا بالزياره مرات في حالات معينه، مثلا اذا كان في صعوبه طبيه او كذا بنسمح في الزياره مع لحدا فرد واحد من العائله مثلا. حاليا مرات صاروا يسمحوا مثلا بالزياره بغض النظر عن حاله المريض، يسمحوا الزياره مره واحده بالاسبوع مثلا، هاي شفناها انها ساعدت شوي صغيره في الموضوع. نعم دكتور، في النهايه بدي منك شويه نصائح لجمهورنا العزيز، خاصه في احنا داخلين الان على مرحله قد تكون اصعب من المرحله اللي مرينا فيها من ناحيه، وقد تكون اسهل لانه بدانا نعرف شويه اكثر عن الفيروس، بس بدنا نصائح من شخص مختص في هذا الموضوع، عسى وعلى ربنا يشفي الجميع انه ينتهي هذا الوباء ان شاء الله. انا يعني انا بدي انصح الجميع يعني انه يعني احنا زي ما احنا بنحكي في يعني في ثقافتنا، ومن نصر الا صبر ساعه، احنا عم نشوف النور اللي في نهايه النفق ان شاء الله. يعني مع الاخبار المتزايده عن ايجاد لقاح سواء كان فايزر او موديرنا او اللقاح الروسي او الصين او ما بعرف اي حدا فيهم، أنا بتأمل إنه واحد من هاي اللقاحات راح يكون فعلاً فعال، وبالتالي راح يعني راح يساهم بشكل كبير في إنهاء هذا الكابوس اللي حل في البشرية. أنا بتأمل إنه المحافظة على موضوع التباعد الجسدي، موضوع الهايجين، موضوع الكمامات، المحافظة على هاي العادات اللي كنا ملتزمين فيها بالفترة الماضية، على أمل إنه إحنا نحصل على اللقاح في أقرب فرصة وننتهي من هذا الموضوع إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين. طبعا في النهاية أنا حابب أشكر الدكتور يوسف اللي كان معنا اليوم وأعطانا وقت ثمين من وقته. أول شيء نرفع القبعات مرة ثانية لأطبائنا وممرضينا حول العالم، لكل من يقف المانع والسد أمام هذا الفيروس، لمحاولة إنه يقف هذا الفيروس من دخوله لبيوتنا ومنازلنا ورئاتنا. دكتور مرة تانية بنشكرك باسم جميع من يشاهد هذا البرنامج، بنشكرك باسم كنار تي في صوت العرب من كندا. بعطيك آخر دقيقة إذا عندك أي شيء تضيفه قبل ما ننهي البرنامج. بدي أشكرك أخ دكتور جمال على جهودك طبعاً الواضحة، وأنا بعرف إنه هذا إشي مش سهل اللي أنت بتعمله، هذا بتطلب كثير من مجهود، بتطلب كثير من الوقت، بتطلب كثير من الإمكانيات، وأنت بتعمله بكل حب وبكل إخلاص يعني. فأنا بدي أشكرك بصراحة على جهودك اللي أنت بتعملها، ويعطيك ألف عافية. وبدي أشكر الأخوة المشاهدين على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة. أنا في النهاية بدي أقول بدنا نطمع من الدكتور يوسف إنه نشوفه مرة تانية في أمور أكثر اختصاصاً. اليوم موضوع شوي لأنه هو إحنا في أزمة الكوفيد، ولكن إن شاء الله حنتكلم عن أمور أقرب إلى تخصصه في حلقات ثانية. نتمنى أنه نستطيع أنه نجد الوقت المناسب مع الدكتور ويلبي الدعوة إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً مرة ثانية ونراكم على خير، والسلام عليكم.